بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى حبيب القلوب وضياء الأبصار صلى الله عليه وسلم. تعرضنا أعزائي الكرام في الحصة الفارطة إلى هجرة الحبشة. إذن رأينا كيف أن صحابة رسول الله وسيدنا وحبيبنا محمد لاقوا ما لاقوه من الأذى، ثم أنه صلى الله عليه وسلم تدرج في التخطيط، تدرج في المبادرات لإنقاذ ولإيصال هذه الدعوة العظيمة لنا صافية لتسير بها الأمة إلى آخر الزمان. إذن رأينا شفقة ومحبة سيدي وحبيبي لأصحابه، لهذه الشموع المحيطة به. لذلك صلى الله عليه وسلم رأينا في الحصة الفارطة كيف أنه صلى الله عليه وسلم اختار المكان الآمن لصحابته، اختار مكانا يحمي به دعوته وصحابته ويمنعهم من الإبادة. إذن ورأينا أيضا أن في الهجرة إلى الحبشة هناك أهداف عظيمة، لذلك صلى الله عليه وسلم اختار لها أناسا معينين ذوي قدرات عالية في فنون متعددة، كما رأينا من هذه الأهداف التي تعرضنا لها أن هدف هذه الهجرة إلى جانب مناعة صحابة رسول الله من العذاب والتعذيب هو شرح قضية الإسلام للأمم الأخرى. ثم أيضا أنه في هذه الهجرة حاول سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أو الأمم الأخرى موقف قريش من هذا الدين، كما أنه صلى الله عليه وسلم أراد إقناع الرأي العام الآخر، إقناع رأي العام الأمم الأخرى التي ستساعد في احتضان هذه الدعوة أن يقنعهم بهذه الدعوة، كما تفعل الآن الدول الحديثة أن تقنع في تحركاتها السياسية لإقناع الدول الأخرى برؤاها السياسية ورؤاها في تسيير الدول، ثم شرح قضاياها كما شرح صحابة رسول الله وكما شرح هذا الرجل الفذ المدرب سيدنا جعفر ابن أبي طالب، شرح قضية الإسلام كما رأينا بأسلوب نادر جدا، بأسلوب ينم عن قوة تدريب وقوة علم استقاه من سيد العالمين. أيضا أن من هذه الهجرة أراد سيدي وحبيبي فتح أرض جديدة ينطلق منها الإسلام في صورة ما إن هدد المصدر الأول مكة أو المدينة. إذن أيضا رأينا من هجرة سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وجود ابنته رقية وزوجها عثمان وابن عمه جعفر في مقدمة المهاجرين دليل ورسالة بالغة أن المحيطين بالقائد وأقرباء القائد هم الذين يتحملون الأعباء، أعباء الدعوة، وهم الذين يتحملون المخاطر. أيضا أن هذه الهجرة تحيلنا على مشروعية الخروج من الوطن وإن كان هذا الوطن مكة نفسها، إذن على أفضليتها. إذن ثم أيضا تحيلنا الهجرة، هجرة الحبشة التي رأيناها بالتفصيل المرة الفارطة، أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير من لا معنى من أي من غير المسلمين، دخلوا في حماية النجاشي المسيحي على شرط أن تحفظ هذه الدعوة من أن لا يكون هذه الحماية فيها إضرار للدعوة الإسلامية. إذن أيضا أنه في اختيار سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم للحبشة بالذات هو دليل على معرفته صلى الله عليه وسلم بما حوله من الدول والأمم وبطبائع الملوك وقادة وأسياد الأمم الأخرى من معناه طيبها وخبيثها. لذلك اختار النجاشي
حماية صحابته. رأينا أيضا أن قريش استشعرت الخطر المستقبلي لخروج هذه المجموعة إلى الحبشة، لذلك أعدت إعدادا كبيرا لاسترجاع ومقاومة مجموعة معناها المهاجرين إلى الحبشة، حتى أي نعم لي نعم لي لردهم على معناها الرسالة اللي مشوا بها معناها خارج حدود الوطن لخروج بالمعركة، أن سيدنا وحبيبنا كما رأينا المرة الفارطة أنه أراد أن يخرج بالصراع وبالمعركة من قريش إلى خارج ربوع قريش إلى خارج الوطن، فتعالوا يا قريش وحاربونا خارج حدود الوطن. ورأينا أن قريش ذهبت وحاربت صحابة رسول الله في الحبشة، لكن باء كل شيء في النهاية بالفشل. إذن أن هنا صحابة رسول الله رأينا كيف أنهم عرضوا قضيتهم على النجاشي وانتصر سيدنا جعفر في عرض القضية. نعم به. ثم أيضا نرى من خلال هذه الهجرة إلى الحبشة وعي سيد المخططين وسيد المبادرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدقة الأحداث وبجسامة الأحداث وبحساسية الموقف، لذلك اختار ناس في مستوى الحدث وعيوا بمعناها جسامة المهمة، اختار سيدنا جعفر ليكون متحدثا مقنعا بين يدي ملك النجاشي ملك الحبشة، وأيضا ليستطيع الرد على داهية العرب سيدنا عمر ابن العاص الذي سنرى كيف سيسلم بعد مباشرة بعد حادثة وهجرة بعد لما حدث في هجرة الحبشة، سيتلقى الدرس مباشرة بعد هجرة الحبشة. عمر بن العاص هو الذي كنا في الفترة هذه في درسنا حصتنا المرة الفارطة يمثل العدو عدو الله ورسوله في وهو الناطق معناه هو ممثل قريش في بلاد الحبشة. رأينا كيف أن عمرو بن العاص سامحوني ألقى بين يدي النجاشي كل ما لديه من معناها حجج ضد هذه المجموعة وضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحدث عن خطورة أتباع محمد أنهم يا نجاشي سيزلزلون عرشك كما زلزلوا معناها مكة وقريش عرش قريش، أن نحن يا نجاشي من فرط محبتنا إليك، لولا أن محبتنا إليك وتقديرنا إلى صداقتنا معك ما تحملنا عناء نأتي ونحذرك من خطر هذه المجموعة. ثم أيضا أن هذه المجموعة إلى جانب كونها هذو مرام بني جلدتنا خرجوا عن دين قومنا، ثم أنهم يعادون دينك وخرجوا عن دينك أيضا، ثم أنهم يقولون شيئا مريبا، يقولون أمرا مهينا لسيدنا عيسى وأمنا مريم، ثم أن هذه المجموعة هي تستصغرك وتستهين بك وتستخف بك، ودليل بين يديك أن كل من كان في المجلس معناها رفع للنجاشي إلا أصحاب جعفر أصحاب سيدي رسول الله. إذن هذه الفتنة التي أو هذه الحجج التي ألقاها بين يدي النجاشي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المخططين يعلم هذا كله، لذلك اختار الرجل المناسب في المكان المناسب السفير المناسب ليمثل الدعوة ويمثل الإسلام ويدافع عن الإسلام. إذن كان رد سيدنا جعفر في غاية الذكاء وقمة المهارة السياسية والإعلامية والدعوية والعقدية، فقام سيدنا جعفر كما رأينا في الحصة الفارطة أنه عدد عيوب الجاهلية وعرضها بصورة تنفر السامع
كنا أهل جاهلية نقطع الأرحام ونأكل الميت، يعني أشياء تنفر السامع. ثم إثر ذلك عرض فجاءنا رسول منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، عرض شخصية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعيد على كل هذه النقائص بشكل أنه يستحق الرسالة. ثم أبرز محاسن الإسلام وأخلاقه التي تتفق، وأخلاقيات الديانات السماوية اللي من بينها المسيحية اللي على دينها النجاشي. إذن قالوا ثم أيضا معناها نأمر بالمعروف، أننا معناها نصل الأرحام إلى آخره. ثم إثر ذلك فضح ما قامت به قريش، لأن نحن ابتعدنا عن الوثنية وعن هذه معناها الأمور الجاهلية، فقتلونا شردونا عذبونا إلى آخره. فماذا حصل؟ أن سيدنا وقائدنا ونبينا اختارك يا نجاشي أحسن وأحسن. هنا سيدنا جعفر الثناء على النجاشي: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها رجل لا يظلم عنده أحد، فمعناها رمز العدل. إذن هنا ونحن اخترناك من بين كل الأمم ومن بين كل الملوك. بهذه الخطوات البينة، الخطوات الرصينة، الخطوات المدروسة، دحرج سيدنا أبا جعفر، سيدنا معناها جعفر ابن أبي طالب، دحرج كل بينة وحجج عمرو بن العاص، أبطلها. إذن هنا ثم أيضا أن النجاشي لما طلب من سيدنا جعفر شيئا مما أتى به نبيكم من القرآن، ماذا كان؟ كان جاء صدر سورة مريم في غاية الإحكام والتأثير، بحيث رأينا أنه بكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكى كل أساقفته. إذن هنا سيدنا جعفر ملك قلب النجاشي واستقطب قلوب الأساقفة، كما رأينا المرة الفارطة رغم الرشاوي والهدايا التي وزعت على الحاشية والهدايا التي جاءوا بها إلى النجاشي الذي رأينا أنه رد كل ما جاء به عمرو بن العاص. إذن ثم أيضا بقيت مشكلة عويصة جدا، هي أن هؤلاء الفئة يقولون في عيسى قولا لا ترضاه وقولا في السيدة مريم لا ترضى. كيف رد سيدنا جعفر على هذا الرأي، على هذا الادعاء؟ ففي رد سيدنا جعفر دليلا قويا على الذكاء النادر لسيدنا جعفر، فرد بأنهم: نحن يا نجاشي لا نؤله سيدنا عيسى، نحن لا نؤله عيسى بن مريم ولا نخوض في عرض السيدة مريم، بل عيسى بن مريم كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطاهرة. هنا النجاشي ماذا قال؟ لا أزيد شيئا عما جاء به جعفر، هذا هو المسيح وهذه مريم وهذه المسيحية كما جاء، كما فسرها وكما شرحها في جعفر. إذن سيدنا جعفر، إذن هنا أنهم قالوا لم يسجدوا لك، إذن هم استخفوا واستهانوا بقدرك كملك من دون معناها الحاشية ومن دون الحضور. هنا معاذ الله جعفر، معاذ الله أن يعدلوه، أن نعدلك يا نجاشي بالله، ولا ينبغي السجود إلا لله، وهذا تعلمه يا نجاشي وأنت معناها من أصحاب الكتب السماوية والديانات السماوية، لكننا لا نستخف بالملك بل نوقره ونسلم عليك كما نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحييك بما يحيي أهل الجنة أنفسهم به في الجنة، يعني نحن نحييك بأجمل ما يحيى به كائن البشر، إذن تحية الجنة. إذن كانت الإجابة هنا أن انتهى الأمر بأن أعلن النجاشي صدق الصحابة رضوان الله عليهم، لم يقف إلى حد إعلان صدقهم فقط،
بل عزم على أن يكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه ناموس كناموس موسى، ناموس الديانات السماوية، وأن يتقرب إلى الله بحماية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعلم فيما بعد أن النجاشي أسلم وأخفى إسلامه. إذن في هل البعثة هذه للحبشة وهذه المعركة التي انتقلت من حدود الوطن إلى خارج الوطن، إلى خارج قريش، إلى خارج مكة، انهزمت فيها قريش، انهزمت في هذه الجبهة انهزاما سياسيا ومعنويا وإعلاميا، وانهزام على كل المستويات. إذن عن جابر رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، هنا عن إسلام سيدنا معناها النجاشي، قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين مات النجاشي بلغه الأمر، قال قام سيدنا لصحابته وقال: قد مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أسمحة. هو اسم أسمحة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا رأينا أن النصر كان في النهاية لصحابة رسول الله. تنواصل قول دائما أن الحق منتصر بإذن الله، وهذه المقولة يجب أن نعلمها دائما لأبنائنا، لأنك لما تعلم ابنك أن النصر، أن الحق منتصر، لن يتسرب إليه التشاؤم، لن يتسرب إليه أن نعم أنه الإحباط، أنه يحبط، أنه ما يكونش عنده أمل في الله وفي رسوله وفي معناها مستقبله. نحن اليوم لم أشر في إلى موضوع الحلقة، سامحوني، موضوع الحلقة هو الحصار الاقتصادي والاجتماعي. إذن عرضت الآن ما تعرضنا له المرة الفارطة وفيه ما تعرضنا له سابقا، لنعرض الخطوات الحكيمة الرصينة التي يسير بها سيدنا وحبيبنا في حماية الدعوة. هنا قريش استنفذت كل ما أوتيت من وسائل الحرب على الدعوة وعلى رسول الله. ستسير الآن إلى النهاية في الحرب، ستخطط لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جادة الآن في قتل محمد. إذن المعركة نقلت إلى الأحلاف، إلى حلفائنا خارج الوطن وهزمنا، حاربنا داخل قريش وهزمنا. إذن يجب أن نقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقتل سيدنا محمد، هو تعرض لبين سبعة وتسع محاولات قتل، لكن هذه المرة المحاولة جادة، ولأنما بلغ الأمر تسرب الأمر لسيدنا وهم في خلال الترتيبات ومعناها جلساتهم ومجالسهم، تفضل، وجلسهم في دار الندوة، هم يستعدون إلى أن معناها يعدون لقتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في فسيدنا أبا طالب تسرب، عم الرسول تسرب له الخبر أنهم يعدون إعدادا يقينيا صحيحا جديا لقتل ابن أخي، لقتل سيدنا محمد، من خلال تحركاتهم المريبة، من خلال اجتماعاتهم السرية بدار الندوة دون أن يدعى لها أبا طالب. فهنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان معناها ثابت على الحق، لم يتأثر بما يروج وبما يقال وبما وبهذه الوسائل الحرب معنى الشعواء التي معناها كان يلقاها. إذن سيدنا أبا طالب سيضع خطة لحماية ابن أخيه، سيضع نظاما دقيقا، نظاما عظيما. لكن قبل ذلك سنعرض بإيجاز كيف كان يعيش بنو هاشم في معناها الناحية السكنية، ومن ناحية معناها السكن في قريش في مكة. نحن نعرف أن مكة هي عبارة عن جبال
متتالية يعني جبال كثيفة وراء بعضها، ومكة في الوسط، وهذه الجبال بينها ممرات، والممر بين الجبل والجبل يسمى شعب. الشعب هو ممر ضيق بين الجبل والجبل. إذن قريش عادة يسكن في قريش يسكن الأغنياء في أعالي الجبال حتى يكونون مطلين، الأغنياء حتى يكونوا مطلين على الكعبة، وسائر الناس تسكن هناك، من يسكن في الشعب في الشعاب في هذه الممرات، هناك في جوانب الجبل، في بنو هاشم فيهم من يسكن في أعلى الجبال، فيهم من يسكن في معناها جوانب الجبل، فيهم من يسكن في الشعب وفي هذه الشعاب بين الجبال. هنا كانت إذن قلنا متفرقة مساكن بني هاشم في كل معناها مكة. لكن ما هي خطتك يا أبا طالب لحماية سيدنا وحبيبنا محمد؟ أبا طالب هنا طلب من كل بني هاشم، من كل بني هاشم مسلميهم وكافريهم، بأن ينزلوا ويسكنوا في الشعب في هذا الممر الضيق، كل الناس تنزل ونسكن كلنا في الشعب ونجعل محمدا في وسطنا. صلى الله عليك يا سيدي، ما أغلاك وما أعزك وما أرحمك بي وما أرحم ربك بك في بيت. إذن سيسكن في بيت من البيوت في وسط الشعب بيننا وسط المجموعة. لماذا؟ لكي يصبح أي شخص يريد التسلل لقتل سيدنا محمد يكون معناها مكشوف لكل الناس، حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. أي سيحول أبا طالب بني هاشم كلهم من حي سكني، نعم من حي سكني، معناها من معناها ناس تسكن من حي في حي سكني على راحتهم، معناها في أعالي الجبال، في سفح الجبال، في الشيع، في معناها في الشعاب، كل واحد يسكن على راحته، إلى حي سكني واحد مكثف مكدس حتى يحمي مجمع، حتى يحمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليضمن هنا، ليضمن حماية سيدنا محمد، هنا يطرح سؤال: هل أن هؤلاء الذين نزلوا للشعب كلهم، كلهم مسلمون أم فيهم المسلم والمشرك؟ هم فيهم المسلم وفيهم المشرك. هل سيوافقون على طلب أبا طالب؟ سيوافق المشركون، معنى لأنواع محمد لا تعنيهم الدعوة، المشرك لا تعنيه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسكن في منطقة واسعة مرفهة في الجبل مطلة على الكعبة، تقول لي تعالى واسكن في الشعب ولا أعلم إلى متى، ومعناها لحماية محمد بن عبد الله. هنا نعم وافق كل بني هاشم على النزول إلى الشعب، كفارهم معنى مشركيهم ومسلميهم. أيضا أنه وجدنا أن كل بني هاشم وقفوا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يسكنون مع بعضهم في مكان واحد، في فضاء واحد، متلاحمين، لم يتخاصموا معنى طيلة فترة معناها وجدهم في الشعب، لأنه سنرى أن الفترة ستطول إلى مدة 3 سنوات. هنا أنه الهدف هو قلنا حماية سيدنا محمد. لماذا تحمس مشركي بني هاشم ولا يعلمون الخاتمة، لا يعلمون ما ينتظرهم، وتحمسوا لحماية سيدنا محمد؟ هي حمية للعشيرة، حمية لبني هاشم، حمية للقوم، لقوم بني هاشم وبني أبي طالب. إذن هنا المسلمون حمية ودفاعا عن الدعوة، دفاعا عن الدعوة إيمانا بالله وحده، وبني هاشم حمية للعشيرة. فكان هذا إذن في هذا كله أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا وحبيبنا سيبقى في هذا المكان 3 سنوات، لن يخرج من الشعب إلا في وقت واحد فقط. ما هو هذا الوقت؟ هو موسم الحج. موسم الحج لماذا؟ لأن قريش في موسم الحج تخاف أن تحدث بلبل أو تحدث مشكل
سمعتها الاقتصادية وسمعتها كزعامة معناها دينية وغيرها لا تحاول أن لن تحاول قتل سيدنا محمد في تلك الفترة، فكان سيدنا يخرج فقط وقت موسم الحج. إذن هنا قريش فوجئت كيف أن بني هاشم بمشركيهم بمسلميهم تحالفوا لحماية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى بعد من ذلك تجمعوا تركوا بيوتهم تركوا معناها ثرواتهم مشاريعهم ونزلوا إلى الشعب لحماية سيدنا محمد. أيضا نحاول هنا أن نوصف أنه إلى جانب مسلمي بني هاشم اللي في الشعب هناك المسلمين الآخرين خارج قريش، هم خارج قريش خارج سمحوني في قريش خارج الشعب يمارس عليهم التعذيب يمارس عليهم الإيذاء. ثم أيضا من هناك مسلمين من غير بني هاشم دخلوا أيضا تحالفا مع بني هاشم في الشعب، وهناك مسلمي الحبشة اللي هما معناها في الحبشة عند في حماية النجاشي، هذا هو معناها معناها موقع المسلمين. هنا قريش أحست معناها ونراو من موجود معنا في الشعب، أصبح في الشعب معناها المسلمين وأبنائهم ومعناها نسائهم ثم مشركي بني هاشم وأبنائهم ونسائهم ومن تضامن من المسلمين من معناها فضل الانضمام إلى الشعب من غير من مسلمي غير بني معناها من المسلمين من غير بني هاشم. إذن هنا قريش أحست بالإهانة لأنها لن تستطيع الوصول إلى سيدنا محمد، ستهزم هنا. إذن فماذا ستفعل قريش؟ قررت أن تضرب حصارا اقتصاديا وحصارا اجتماعيا على الشعب على بني هاشم وبني معناه ومعناها على مجموعة بني هاشم و صحابة رسول الله المرافقين له في الشعب. الحصار كان حصار اجتماعي واقتصادي. ما معنى حصار اقتصادي؟ أي يعني أن الحصار الاقتصادي أن لا أحد يبيع ولا يشتري من بني هاشم، ونرفع عنهم أسعار الغذاء لدرجة العجز عن الشراء، ولن يبيع ولن يشتري من بني هاشم أحد. إذن ستتواصل هذه الحصار لمدة ثلاث مقاطعة لمدة ثلاث سنوات. لكن كيف سيعيشون؟ كيف سيواصلون الحياة؟ كيف سيأكلون؟ سيتواصل قوتهم إلا مواقع تهريبه من في غفلة مما غفلت عنه رقابة قريش. إذن سيواصلون بما نفذ من رقابة قريش. الحصار الاجتماعي أن لا أحد يزوج بني هاشم ولا يتزوج منهم ولا علاقة لنا بهم، لا أحد يكون به ولا يكلم أحدا من بني هاشم، لا علاقة لنا بهم. بهاتين النقطتين كتبوا صحيفة وثيقة وأمضوا وأشهدوا عليها كل كبار وتجار قريش وكل القبائل. هنا لماذا كتبت صحيفة؟ لأنهم يعلمون أن بني هاشم هم أسياد قريش، بالتالي لا يضمنون أن الناس تتحالف معهم. معناه بما أنه ما فيش مثلا ليس هناك وثيقة مكتوبة يمكن أن يصير تحالف خفي مع بني هاشم أو مساندة مؤازرة خفية. ليضمنوا تنفيذ هذه العقوبة وهذا الحساب كتبوا الصحيفة وأقروا وتعاهدوا عليها، وليس هذا فقط بل علقوها في وسط الكعبة يطفو عليها شيئا من القداسة ومعناها ينفو أن يمكن أن يصير فيها تراجع. نعم، وكان في هذه الفترة أبا لهب وأبا جهل يجبون في قريش ومعناها بين التجار ويقولون لهم ارفع معناها لا تتعاملوا لا تبيعوا شيئا ولا معناها تشتروا من بني هاشم ونحن نعوضكم بالأموال، وكانوا يعوضونهم ويعطونهم المال حتى لا يشتروا ولا يبيعوا من بني هاشم.
حتى وأنه في صورة ما إن وأنه يرفعوا أسعار معناها المؤونة حتى لا يستطيع معناها الجدو في حصار وبني هاشم شراء الغذاء. إذن هنا تجمدت الحالة الاقتصادية في لدى بني هاشم والحالة الاجتماعية. طيلة 3 سنوات لم يدخل فرد واحد الإسلام. طيلة 3 سنوات لم يدخل أحد. إذن تجمد كامل. لكن هنا لأسأل، كم مدة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي 23 سنة. 23 سنة، نحو من 3 سنوات، هي وزن ثقيل في فترة رسالة نبي مرسل، لكن لله حكمة في ذلك. فحتى إذا قلت أنه، وأيضا إشارة إلى أنه قريش كيف كان في الحصار، أنها ركزت نقاط مراقبة محيطة بالشعب حتى لا يدخل أحد غذاء أو ماء أو أكلا لأهل الحصار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق بني هاشم أسياد قريش يعد أمر جسيم وأمر عظيم. يعني هل يحصل بني هاشم؟ هو أمر كبير جدا. لكن أبا طالب كان ثابت، وسيدنا كان ثابت، والمشركين من بني هاشم أيضا كانوا ثابتين، كانوا ثابتين. إذا نعم، لأنهم إلى أنهم وصلوا إلى أكل أوراق الأشجار، حتى أنه كان يقول بعض الصحابة أنها تقيحت أفواههم من كثرة أكل الأشجار. وحيث قال بعضهم كانت مخرجاتنا نبعر كما تبعر البعير، لأنهم كانوا يأكلون إلا أوراق الأشجار. فرضوان الله على صحابة رسول الله ملقوه، وصلى الله على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا إذن قريش مشددة للحصار، الرقابة شديدة، إما تسلمون محمدا وإما أن يعلن أنه تنازل عن فكرته. وهنا أنت كمحاصر في الحصار في الشعب، ليس معناه لا معناه لست مطالب بأي مجهود، فقط أن تخرج وتقول لقريش أنا أتبرأ من محمد، فتسكن وتأكل وترفه وتنال كل ما تتمناه. فقد تخرج تقول تبرأت من سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لم يخرج فردا واحد، لا من مشركي قريش مشركي بني هاشم ولا من المسلمين. كانوا يتمنون قريش أن يخرج واحدا فقط حتى يتبعه البقية، لكن المشركين حمية لبني هاشم، وحمية ودفاعا. وأن أبا طالب كان بشعره في بني هاشم وبشعره في قريش كان يشد الإزراء لهذا الحصار. إذن هنا كان قلنا الحصار مشدد ومستمر ليلا نهارا. وتواصلت قريش تأتي الأموال لتجار، وتواصل معنا أبا جهل وأبا لهب يعطون الأموال لتجار قريش حتى لا يتعاملوا مع بني هاشم، حتى أن الصحابي يجوب على التجار ويقول لهم الأطفال والعيال جاعت، يرجونه يعني يرجوهم أنه على الأقل يرحم العيال يرحم الصغار. فيعمد أبو لهب إلى أعطاء الأموال للتجار ويقول لهم لا تعطوا شيئا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيعود الصحابي جائعا إلى الحصار ويواصلون أكل الأشجار وأوراق الأشجار. لكن هنا لم يخرج شخص واحد كما قلت من الحصار وينفذ، وله ذلك وله ذلك، لكن كانت هناك تأييدا من رب العالمين. إذن أيضا لم يخرج صحابي واحد للرسول ويقول له
لم أعد يا سيدي أتحمل رؤية أبنائي يأكلون يتضرعون يتضرعون جوعا، يبكون من جوعا. إذا لم يخرج أي حد ولم يشتكي أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة يرويها سيدي سعد بن أبي وقاص، يقول وهو في الشعب في ليلة ظلماء كان يتبول، فيقول فسمع طقطقة، فسمعت طقطقة لبولي، فيقول ففرحت. تعرفون لماذا فرح؟ فرح لأنه ظنها شيئا يؤكل. سعد ابن أبي وقاص، سعد الذي معناها سيفتح القادسية، سعد الذي سيأتي بكنوز كسرى، معناها بعد أن أنهى يقول تيممتها، يلتمس مكان البول. إذن لا معناها لا تتقزز لأنه جائع، لأنه سيدي سعد جائع. إذن هنا يضع يده مكان البول يا جماعة. إذن فإذا بها جلدة، جلدة شاه، ففرحت بها وأخذتها ووضعتها في النار لينظفها حتى كادت تكون رمادا، فأكلتها وشربت عليها الماء وبقيت عليها 3 أيام بلا طعام ولا شرب. فرضوان الله عليكم يا أحبابنا، يا صحابة رسول الله، يا شموع التي أضاءت طريق الدعوة لتصل إلينا صافية مصفية. إذن يا جماعة الأمر كله رهيب، كلمة واحدة تخرج من الشعب وتقول أنا تبرأت من محمد، تعيش مرفها، يصير إثراؤه إلى غير ذلك. فقد تقول أنني تبرأت من سيد من محمد صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله ورسول الله على هذا الحال 3 سنوات، وهم لا يعلمون أنهم سيبقون 3 سنوات. كل يوم ينتظرون الفرج، وكل يوم هناك أمل. إذن يجب أن نعلم هنا أنه ليست هناك رقي، ليس هناك تقدم، ليس هناك نهضة للأمة إلا بالتضحيات، إلا بالعمل، إلا بالتقدم والعلم والجد. إذن في تاريخ البشرية كلها ليس هناك تقدم إلا بالثبات على الفكرة والمبدأ. ثبت رسول الله وصحابته على الفكرة. إذن النبي 3 سنوات مع صحابته على هذا الموقف. لكن تتذكرون حديثا ذكرناه، حديثا موجع جدا، هذا هو وقته وهو صار في وقت الشعب الآن. تذكرون حديث رسول الله وحبيب الله حين قال لقد أذيت وما أوذي أحد، وجعت وما يجوع أحد، ولقد مر علي 30 ما بين يوم وليلة، هي هذه الأيام في الشعب، وما في بطني أنا وبلال ما يأكله ذو كبد رطب، أي كائن حي، إلا ما يواريه بلال تحت إبته. إذن صلى الله عليه يا رسول الله. فبلال هنا يخرج ويحاول تهريب بعضا من الأكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت إبته، لأن الرقابة وحول معناها الشعب والحصار من قريش شديد، حيث أن اضطر بلال أن يهرب الأكل تحت إبته. وتصوروا أكلا تحت إبت بلال في الحر وفي العرق وغيره. صلى الله عليك يا سيدي ما تحملته أنت وصحبك لتصلنا الدعوة. إذن هنا ماذا يفعل أبو طالب؟ أبو طالب هنا ثابت، أبو طالب ثابت، ويقوم كل ليلة بحركة رائعة جدا. هو أنه كل ليلة بعد أن تنام كل معناها أهل الشعب يقوم فيغير مكان سيدنا محمد ويضع مكانه أحد معناها بني عمومته. كل
ليلة يغير مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خائف عليه، نعم، حماية له وخائف عليه من أن يتسرب له الأذى. إذن سيدنا ثلاث سنوات وهو على هذا الحال لا يخرج من الشعب كما قلنا إلا موسم الحج، لا يستطيع الاتصال بالمسلمين خارج معناها الحصار خارج الشعب، ولا يستطيع الاتصال بأصحابه خارج معناها خارج قريش في الحبشة، لكن صحابة رسول الله والدعوة قوية بقوة أصحابها بالعبادة بالدعاء بقراءة القرآن. لكن القرآن كان ماذا كان يفعل فيه، ماذا كان يقول في هذه الفترة؟ كان يدعوهم إلى الصبر، اصبروا اصبروا. إذن هنا أين المعجزات؟ أين الملائكة؟ أين معناها جبريل؟ كل شيء بإعداد وتخطيط من رب العالمين. إذن هنا حتى الأغنياء في قريش أفلست تجارتهم، ذهبت أموالهم، أصبحوا لا يجدون حتى ما يقتاتون، معناها لا أقصد معناها الأغنياء في قريش، أغنياء بني هاشم في الحصار، نعم. إذن هنا أين السيدة خديجة؟ هنا لم نسأل السيدة خديجة لأنها من أشرف قريش، القرشيون قالوا لها أنت من أشراف قريش، لا تدخلين معناها الحصار، أبقي في بيتك، معناها معززة مكرمة، فرفضت لأنها سيدة خديجة. قالوا لها حتى وإن دخلت الشعب فستأتيك مؤونتك وأكلك لأنك شيء من أشراف قريش، سيأتيك كل شيء ليدك جاهزا، فرفضت ذلك، أبت إلا أن تكون مع صحابة رسول الله ومع رسول الله مع إخوانها في المجموعة في الحصار. إذن سيدة خديجة حينها كان عمرها 65 سنة، ما هذه القوة يا سيدة خديجة في هذا العمر؟ تحملت الحصار مع الجماعة وأكلت أوراق الأشجار مع الجماعة. إذن رضوان الله على السيدة خديجة. وأيضا أبو طالب فات 83 من عمره، حتى سنه لا يتحمل هذا معناها هذه الشدة التي يلاقيها الصحابة في الحصار. إذن أبو طالب ليس مسلما وعمل كل هذا للإسلام، عمل كل هذا لأجل سيدنا محمد، فماذا عملنا نحن لحفاظ على سيرة رسول الله والاقتداء بسيرته؟ ماذا فعلت أنت أخي المسلم؟ إذن يجب أن نحافظ على سيرة سيدنا والاقتداء به في أسرنا، في أبنائنا، في مجتمعنا، في مجتمعنا القريب والبعيد. إذن أن نصلح من حالنا وحال أسرنا. نحن الآن قلنا في من السنة السادسة إلى السنة التاسعة، إذن هنا من للبعثة، يعني نحن في السنة التاسعة، في آخر السنة التاسعة من البعثة، يعني أن سيدنا وحبيبنا 9 سنوات وهو يعاني الأذى وصابر، يعاني معناها ما يحاك من التعب والمعاناة والأذى، وهو مصر على الدعوة. إذن رغم أن قريش مسيطرة، أن رغم قريش في الظهر هي القوية، لكن في النهاية نرى أن سيدنا محمد هو الذي ينتصر. هو ليس انتصار معناه نهائي، لكن انتصار ثبات، انتصار مرحلي، نعم، هو انتصار مرحلي، إعداد الانتصار الكبير. لدينا أيضا أن كما قلت أن السيدة خديجة وسيدنا أبو طالب أمهكوا في هذا الحصار، وبعد هذا الحصار مباشرة معناها يتوفى سيدنا أبو طالب والسيدة خديجة، لأن صحتهم لا تتحمل، وأيضا العديد من بني هاشم سيتوفون، وهناك من توفي في الحصار، نعم. هنا كان هناك شهما من أسياد قريش، ليس من بني هاشم، هو هشام
ابن عمر العامري، ابن عمر العامري هذا ماذا كان يفعل؟ هو قرشي، كان ومشرك، كان معناها يحمل بعيرة كانت تحمله النخوة على بني هاشم وعلى قبيلة من قبائل قريش، كان يحمل بعيرة بالأكل والشرب ويحاول أن يقربه من معناها الشعب، يحاول خلال النهار أنه يمرر البعير من قرب الشعب حتى يستأنس بالطريق، وفي آخر الليل يحمله بالأكل والشرب ويقترب من الشعب ويطلقه ومعناها يوجهه نحو الشعب. فتفطنت قريش لذلك ومعناها استدعت ومعناها نادت سيدنا هشام أي، فسألوه أتبعت محمد؟ قال لا، أنا على ديني. قالوا فلما فعلت ذلك؟ انظروا الإجابة، قال لهم صلة رحم، يعني أخلاق، صلة رحم حين أعادي لا يجب أن أحطم الأخلاق، صلة رحم. قالوا لا تعد، يعني لا تعيدها. قال لا أعود، لكنه لم يستطع، كرر ذلك، فأمسكوه وضربوه ضربا شديدا وأقسم لهم ألا يعود. لكن النخوة لم تطع، نخوته لم تأب عليه ذلك، فأعاد الكرة. نعم، الشهامة لم تسمح معناه هنا، فأعاد، فأتوه فضربوه، كادوا يقتلونه. فانظروا من معناها خلصه منهم. تعلمون من خلصه منهم؟ من بين أيديهم أبا سفيان سيد المشركين، خلص هشام ابن عمرو العامري من أيدي الذين كانوا يعذبونه وأرادوا قتله. وقال أبا سفيان قولة عظيمة، قولة كبيرة جدا، حين وجدهم يضربون هشام بن عمرو العامري قال دعوه رجل يصل رحمه، لا تفسدوا كل أخلاقنا، خلونا لا تفسدوا كل أخلاقنا، هذا سيد المشركين، هذا سيد المشركين، لا تفسدوا كل أخلاقنا. نوجه كلمة أبا سفيان لرجال الأعمال، ولم الثروة وزيادة المال الغاية تبرر الوسيلة، لا، لا تفسدوا أخلاقنا، يجب أن تبقى أخلاق التي جاء بها سيد العالمين، أن نحافظ عليها. الإعلام ونشر معنى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان تفسد أخلاق الشباب، لا تفسدوا أخلاقنا. إذن هذا أبا سفيان يقول هذه الكلمة العظيمة، لا تفسدوا أخلاقنا، يصل رحمة، يصل رحمة، أخلاق. إذا أظنها عمته خديجة، هذا في الفيلم قال له عمتي خديجة في الشعاب. نعم، قد يكون، قلنا هم لديهم قريش الحمية للقبيلة والعشيرة. إذا هنا رأينا في الدروس الأولى أن استعرضنا أن العرب هم أقرب الأقوام للفطرة، لذلك كان اختيار رب العالمين أن الرسالة تكون في هذه معناها الفئة من البشرية، هم على الفطرة. نعم، إذن هنا أبا سفيان هو مشرك ويقول كلمة في منتهى القوة، من فضلكم نحن ضد بني هاشم، ضد محمد، وسنبقى حريصين على حربهم، لكن لأني ضدهم لا أفسد كل شيء، لا أفسد الأخلاق. إذن معقول، هل يعقل أن يكون أبا سفيان بكل هذا العمق ونحن من ندعي الإسلام لا نحاول أن نبقي على الأخلاق؟ إذن هنا أبا سفيان لا يريد أن نفسد كل قويم المجتمع لأننا ضد المسلمين أو ضد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نحن الآن نجد أنفسنا مرينا قد مرت علينا 3 سنوات ونحن
في الحصار، نأكل أوراق الشجر، الوضع صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم متألم لأنه لمدة 3 سنوات لم يدخل الإسلام فرد واحد، والصحابة متشتتين، معناها ثلث في الحبشة، ثلث في مكة خارج الشعب ويعذب ويؤذى، وثلث داخل الشعب يموت جوعا. إذن والدعوة قوية في صدور الصحابة بالدعاء والدعوة والقرآن وتذكير بعضهم بعض وبكلام الله سبحانه وتعالى وبتمكين الله سبحانه لهذه الدعوة في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رسول الله لأنه يتألم أنه لم يدخل مسلم واحد فرد واحد الإسلام إلى 3 سنوات، هذه أنزل رب العالمين يطمئن سيد العالمين، يقول ولو شاء، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. انظروا، رأيتم الحرية، رأيتم تنزل الآيات بعدها أيضا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وينزل جبريل أيضا بالآية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا الله سبحانه وتعالى يشد إزر رسول الله وصحابته، ويأتي قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذا فينزل هذا الكلام، فهذا القرآن تثبيتا لرسول الله ولصحابته. سؤال صغير هنا، ألا تتساءلون؟ أنا قلت لكم لم يدخل فرد واحد في الإسلام، بني هاشم كلهم في الشعب، لماذا يا محمد لم تدعو بني قبيلتك، بنو عمك في الشعب للإسلام؟ ليس وقته الآن، ليس الوقت المناسب، الدعوة لها وقتها المناسب وظرفها المناسب. نعم، أحياناً أبنائنا يبدأ الإبن معناها يطيع ربه ويصلي ويقيم معناها الإسلام في ذاته، لكن والده لا يصلي، تجده معناها لا نقول له هنا لا تتعنت على والدك، لا تعاديه من خلال رؤيته لك أنك تقوم كل صباح وتتوضأ عند الفجر، بعد سنة أو أشهر ستراه يتبعك، لأن أن تؤمن بالقدوة، أن تؤمن بأخلاق الفرد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بسلوكه بتصرفاته، كان قرآنا يمشي. إذن هنا أنه قلنا رغم ذلك كان المسلمون والمشركين في الحصار في الشعب يتعايشون متعايشين، لما يرصد خلاف واحد أو خصام واحد حصل في الشعب بين مشركي ومسلمي بني هاشم، بل كان المسلمون يقدرون مشرك بني هاشم كبير التقدير لأنهم كرماء آزروهم ووقفوا معهم رغم اختلافهم في الدين، نعم في المعتقد. إذن هنا هذا المعنى التعايش هو أخلاقيات، هي معناها أدبيات تعامل بين المجتمع الواحد بين بني هاشم مشركيهم ومسلميهم. هنا المسلمون تعبوا وقريش نفذ صبرها، 3 سنوات قريش نفذ صبرها ورأت أن الحصار لم يؤتي أكله ولم يأتي بأي نتيجة، فخرج هنا 3 معناها كبار من كبار قريش، هم مطعم بن عدي والبختوري ابن هشام وهشام بن عمرو العامري، هذا الذي كان يبعث بعيرة للمحملة بالزاد. قالوا إلى متى نأكل نحن ويجوع بن هاشم؟ والله لا يكون هذا أبدا، ماذا نفعل؟ نخرج ونعلم بين قريش أن هذه الصحيفة يجب أن تمزق. فأقاموا خطة أن كل واحد
واحد فيهم لما يكون أبا سفيان في مكة وما في الكعبة، وتكون معناها يدعون الناس كلها للكعبة، ويقوم كل واحد من هؤلاء معناها الأشخاص الكبار أن يتكلم من جانب من جوانب الحرم حتى تظهر المسألة أنها من عموم الناس. فخرج معناها مطعم ابن عدي، هو أول واحد تكلم. مطعم ابن عدي يقول هذه الصحيفة باطلة، يجب أن تقطع بحضور أبا سفيان. فيتكلم آخر وهو هشام ابن عمر العامري من مكان آخر فيقول هذه الصحيفة يجب أن تمزق. فتكلم ثالث وهو البختوري من جانب آخر من الحرم، قلت حتى تظهر المسألة أنها عامة وأن الناس كلهم مجمعون. فنتج عن هذا أن قريش كلها تعاطفت وأصرت أن الصحيفة يجب أن تمزق. هنا نظر أبو سفيان وقال أن هذا أمر مدبر، وحاول أن يدافع. وهنا جاء أمر الله ونزل جبريل على رسول الله في نفس الوقت، في نفس اليوم نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يقول إن الله سلط الأرض. جبريل يقول لرسول الله إن الله سلط الأرض على الصحيفة. الأرض هي الدودة، هي نوع من الدود، نعم، فأكلت كل الظلم الذي فيها إلا كلمة بسمك اللهم. هنا الدود هو جند من جند الله صلى الله عليه وسلم، جند الله سبحانه وتعالى، يأكل الظلم ويترك الحق. إذن هنا قال سيدنا محمد لأبي طالب يا عم، أبلغه أن ربي أخبرني أنه سلط الأرض على الصحيفة فأكلت كل الصحيفة إلا كلمة بسمك اللهم. هنا قال أبو طالب أربك أخبرك ذلك؟ نعم، قال النبي نعم. إذن هنا انطلق أبو طالب إلى قريش وهو لا يعرف الاجتماع الذي هو صائر في الكعبة في مكة في الكعبة، والمجتمع المنعقد هناك بالحرم تدبيرا كله من رب العالمين سبحانه وتعالى. فذهب أبو طالب لأمر الصحيفة فيقابل قريش فيقول لعموم قريش وهي مجتمعة إن ابن أخي أخبرني أن ربه سلط الأرض على الصحيفة، فادخلوا فإن كان ابن أخي صادق ولم يكذبني أبدا، معنى قط يعني هو صادق، فلتنتهي هذه المقاطعة. فأسرعوا ليفتحوا ويروا ما أخبر به، ما أخبروا به من أبا طالب. لم يبقى من الصحيفة إلا باسمك اللهم. من مالك الملك يا جماعة؟ من أرأيتم القادر سبحانه وتعالى؟ أرأيتم أن اليقين يجب أن يكون في الله سبحانه وتعالى؟ إذن هو القادر الذي يقدر أن يقول للسكينة التي تقطع طول عمرها تقطع أن تغيري دورك، أن تغيري خاصيتك. هو مغير خاصية الأشياء فيأمر السكينة فلا تذبح سيدنا إسماعيل. هو سبحانه وتعالى أن يقول للنار المحرقة التي دورها الإحراق لا تحرقي، فتغير خاصيتها فلا تحرق سيدنا إبراهيم وتكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. إذن الله سبحانه وتعالى هو القادر، هو العظيم الذي يجعل النجاة في قلب التهلكة. الله قادر على كل شيء. خلوا ثقتكم بالله عظيم، لا إله إلا الله، الأمل يكون في رب العالمين. إذن لما ثبت سيدي وحبيبي، لما ثبت صحابة رسول الله، نحن من أول درس قلنا أنه ليس دين معجزات، يعني أنه لا يغير بالمعجزات لكنه يغير بالفعل الإنساني، والمعجزة تأتي تثبيتا. إذن لما صبر صحابة رسول الله في الشعب في الحصار الاقتصادي والاجتماعي جاءت معجزة رب العالمين تثبيتا لصحابة رسول الله وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن ننقذكم بشيء صغير، بشيء بسيط، بشيء معناها صغير جدا، بالدود. أنقذ الله سبحانه وتعالى بالأرض
صحابة رسول الله وأهل الحصار. إذن قال سبحانه وتعالى، إذن هنا الله سبحانه وتعالى قادر أن يخرج الأمن من قلبي، معناها الأمن والإيمان أنه سبحانه يخرجه من قلب الخوف، من قلب الخوف يعطيك الأمان. فإذا خفت عليه فالقه في اليم، خفت عليه فالقه في اليم، إذن يخرج الأمان من قلب الخوف، ويخرج الإيمان أيضا من قلب الكفر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فمن ملك الملك إذن؟ هو سبحانه وتعالى، بيده الكون، يقول للشيء كن فيكون. فخلوا أملكم إذن بالله عظيم. فكيف تكون إذن؟ لا تكون عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى أن ينصرنا، وأن تتقدم أمتنا، وأن نسترجع عزة دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشدة هي بأمر الله زائلة، وبأمر الله نهضة هذه الأمة ورقيها وتقدمها، وأن يسود أخلاق ودين سيد العالمين في هذه الربوع وربع هذه الأمة المسكينة، أمر بإذن الله مفروغ، لأننا نؤمن أن الحق قوي وأن الحق منتصر لا محالة. هنا نهاية القصة. فشل جديد لقريش، فشلت قريش، لكن خديجة أنهكت بالحصار وستموت، وأبو طالب أنهك بالحصار وسيموت، لكن الفكرة انتصرت، والحق قوي والحق انتصر. منهكين صحابة رسول الله من الحصار، منهكين، لكنهم منتصرين بفكرتهم. العدد 3 سنوات لم يزد، لكنهم منتصرين بالفكرة. إذن الحق قوي، فاثبتوا على الحق، والله ناصرنا بإذن الله. وجعلنا الله من المقتدين بسيرة سيدنا وحبيبنا وضياء أبصارنا ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.